من أمام أحد المنازل التي طالها القصف الصهيوني على قطاع غزة خلال العدوان الغاشم خلال الثلاثة أيام الماضية. هذا العدوان الذي خلف أكثر من 45 شهيداً بالإضافة إلى 360 جريح، جلهم يتلقون المساعدة والرعاية في المستشفيات. نناشدكم أحبتنا والمتابعين الكرام وشركائنا في مؤسسة كاسي بالستينا بأن تقوموا بمد يد العون لأهليكم في غزة من خلال توفير الدواء والمساعدات النقدية للأسر الجرحى، بالإضافة إلى المبالغ اللي نمكن هذه الأسر التي هدمت بيوتها من استئجار منازل بشكل مؤقت وتأسيسها، بالإضافة إلى توفير الغذاء اللازم والدواء للجرحى والمصابين نتيجة هذا العدوان. وهنالك أكثر من 1800 منزل تضرت بشكل كلي وجزئي تحتاج إلى إعادة ترميم. فكما عهدناكم دوما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بأن تكونوا معنا ومع إخوانكم في قطاع غزة، مع العلم بأن فرق مؤسسة كاسي بالستينا منذ اللحظة الأولى للعدوان كانت وما زالت تعمل خدمة للأهل في قطاع غزة لكي نخفف من جراحهم. فالقليل على القليل كثير، ورب تبرع أو صدقة أو مساهمة بسيطة تحدث فرقا كبيرا للمحتاجين والمتضررين في قطاع غزة. قطاع غزة بانتظاركم.